كنت متأكدة إن أنا هلاقيكي هنا. ممكن أقعد ولا هضايقك؟ بالعكس، اقعدي يا روحي، انتي كنتي وحشاني قوي يا مليكة. سامحيني غصب عني، أنا لما شفتك افتكرتها، حسيت إنها عمرها ما بعدت عني، وإنها في أي لحظة هتخش عليا بغلبويتها وطولة لسانها. عارفة، إحنا صحيح كنا بنتخانق مع بعض كتير وبنمسك في بعض، بس عمري ما تخيلت إنها ممكن تروح مني. كنتوا شبه بعض قوي. صح، شبه بعض قوي، يمكن مش في الشكل بس شبه بعض قوي. فاكرة مخدرات يا حمارة؟ في حد يقول لمامته كده؟ كانوا تو جوينتس كده ولا حاجة اللي قفشته. وما أنا سايبة البيت بقالي 3 أيام ليا مليك، ومتضايقة قوي إن هي بتزعقلك. والله العظيم المفروض تديكي بالقلم على وشك. ممكن بقى بعد إذنك ننزل لمامتك الغلبانة دي وتحضنيها وتبوسيها وتقولي لها حقك عليا؟ أو بقى جود جيرل وأقول لها أم سوري وكده؟ مش هعمل كده طبعا. لا، هو أنت هتقوحي في الغلط كمان يا إيه؟ وأنا غلطانة إن أنا بنتها؟ يعني إيه؟ يعني هي عارفة كويس قوي إن إحنا كوبي بيست في كل حاجة. أنا متأكدة إن هي وهي في سني كانت بتعمل كده وأكتر من كده كمان. بأني حق بقى عمالة بتمنعني دلوقتي إن شاء الله؟ الدخان مضايقك؟ لا بالعكس. آية خدت مني العادة الهباب دي، لكن انتي عاقلة زي مامتك. كل واحدة فينا بتطلع شبه مامتها، مش كده؟ صح، آية كانت شبهي زيادة عن اللزوم، لدرجة ان انا كنت بخاف عليها بعد وفاة والدها الله يرحمه. حسيت انها حياتي كلها، كل دنيتي، كنتش عايزاها تتعب زي ما انا تعبت في حياتي. علشان كده كنا بنتخانق مع بعض كتير قوي، كانتش فاهمة حبيبتي. هيلين.